هل يؤتى بذكر دخول الخلاء كلما دخلنا إليه مثلا من أجل أن نملأ ماء من الأوان من الحنفية في الأواني أو غير ذلك أو عند قضاء الحاجة فقط؟ نعم، عند دخول الخلاء تقول بسم الله، سواء تريد قضاء حاجة أو أخذ شيء، أو لأن الخلاء مع الشياطين، فإذا قلت بسم الله طرد الشياطين عنك ولا تصيبك.